كومن يعني، وممكن يكون في بالمونايست نوز مثلا، بس هو كاسب ما فيش مشكله، دول قليلين جدا. تعال ناخد فالف الفالف رقم واحد اللي عنده اورتيك ستينوزس، ها في الميمو بتاعه ازاي؟ انا قلت اهم حاجه ثلاث حاجات، سايت وتايمنج وبروباجيشن. لو واحد عنده يا سيدي، او نبدا بالمايتر عشان انتوا بتبداوا بالمايتر، ماشي نبدا بالمايتر. تعال نشوف رقم واحد اللي عنده مايتر ريجيرش، هو اولا عنده مايتر ريجن، فمكان الميمو فين؟ على المايتر ولا على ال؟ يبقى رقم واحد مايتر ريجيرش، فالميمو حصل على المايتر الايه ده مكان. طب رقم اثنين اللي عنده مايتر ريجيرش عنده ميمو على المايتر، سيستوليك ولا دايستوليك؟ قلت مع كل سيستوليك الدم بيرجع من هنا لهنا صح؟ يبقى سيستوليك ولا دايستوليك؟ سيستوليك. واللي عنده مايتر ريجيرش الميمو كان ريفيرد لمين؟ كومن لي غالبا هيروح الاكزيلا، ونادر جدا بعض الحالات، حالتين بس في الحالات كلها هتلاقي رايح لمين؟ الاسترنم صح؟ كومن لانه انتيو ليفت رايح الاكزيلا. يبقى اذا عنده مايتر ريجيرش عنده ميمو فين؟ عنده ميمو على المايتر الايه؟ سيستوليك ولا دايستوليك؟ كان سيستوليك، وبروباجيتد لمين غالبا؟ الاكزيلا. وليش كومن يكون رايح الاسترنم او التريكاسبيد ايه لو كان بوستيو ليفت؟ طب ايه كمان؟ الكاركتر بتاعه الميمو ده اللي عنده مايتر ريجيرش، صوت الميمو طبيعته ايه؟ اصل انت هتتشبحن وهتروح البيت وتقعد تسمع على اليوتيوب اصوات الميمو، تجيب كده ميمو في مايتر ريجيرش فتلاقي، وبعد تجيب ميمو في اورتيك ستينوز فتلاقي، يا سلام عليك انت تنين لدرجه. ما هو انت فاكر كده، ما هو الناس يا جماعه الناس فاكره فعلا ده اللي بيحصل. تلاقي واحد عمال يسمع منزل داتا كده هارت ساوند وعمال يسمع فيها طول اليوم وفاكر انه هيجيب الميمو بالصوت بتاعه. لو قلت لك ده الاورتيك ستينوز وده مايتر ريجيرش، طب ما هو ممكن ده الجيت بتاعه تعلى فيبقى وده الجيت بتاعه تقل، فاهم؟ ما هو الميمو 6 جيت، فاهم حاجه؟ فمش في حاجه اسمها الكاركتر ده. الكاركتر انا جبت الميمو وخلصته، بعد ما خلصت هقول الكاركتر بتاعته من اللي انا حافظها، فاهمين حاجه؟ المايتر ريجيرش يا جماعه عاده يبقى الصوت بتاعه سوفت، الصوت عامل ازاي؟ سوفت، ونادر 20% يبقى هارش. كلمه سوفت يعني، لكن هارش حاجه عاليه، هارش يعني صوت خشن، فاهمين حاجه؟ هو صوت خشن ليه احيانا؟ لانه رق طالع. هو حصل بايه؟ بكونتراكشن بتاع الليفت ولا رايت فينتريكل؟ الليفت فينتريكل كونتراكشن، فرجع الدم، عشان الدم رجع من الكونتراكشن بتاع الليفت فينتريكل رجع بقوه ولا لا؟ فممكن الصوت يبقى عالي، بس ده نادر، غالبا بيبقى ايه؟ صوت سوفت، فاهمين حاجه؟ كومن اللي يكون سوفت و20% هارش. يبقى تاني لو المايتر جوج الميمو بتاعهم في عامل ازاي؟ خلاص مش هحفظ، هقول المايتر ده الميمو مكانه فين؟ على المايتر الاري صح؟ سيستوليك ولا دايستوليك؟ سيستوليك ميمو صح؟ بروباجيت اللي فين؟ كومن اللي نروح لايه؟ اكزيلا، وممكن اللي هي التريكاسبيد او الاسترنم. عامل ازاي؟ قلت سوفت ميمو 80% 20% هارش. انت في الامتحان هتقول ايه؟ سوفت. صعب الكلام؟ طب تايه برضه، والله سمعت ميمو على الايبكس على المايتر، خلاص ده مايتر ليجن صح؟ رايح الاكزيلا ريفيرد، يبقى والله العظيم ده مايتر ريجيرش، خلصت كده، احط ده على الكاركتر واعمل تايمنج، وانا عارف انه هيطلع ايه؟ سيستوليك. اقول خلاص الدكتور زيز ميمو على، ما اقولش مايتر ريجيرش، الدكتور مش عاوز دايجنوزز. لو دخلت على انت حطيت قلت مايتر ريجيرش، هو انت سامع جوه كلمه مايتر ريجيرش؟ لا دكتور، عايز اعرف انت جبتها ازاي؟ لا يا دكتور انا سامع زيز ميمو على المايتر اريا صح؟ بروباجيت للاكزيلا باي تايمنج سيستوليك صح؟ وكاني سامع الكاركتر، انا بقول سوفت ميمو، مش انت عارف انه سوفت؟ مش انت خلاص ميمو على المايتر رايح الاكزيلا عرفت مايتر ريجيرش وسيستوليك اكدت انه مايتر ريجيرش، فانت عارف الريجيرش بيبقى ايه؟ هقول الكاركتر الميمو ده دكتور سوفت، يبقى موصلي اللي عنده مايتر ريجيرش، فاهم الفكره؟ طيب رقم اثنين ده المايتر ريجيرش، المايتر ستينوزس الميمو مكانه فين برضه؟ على المايتر الالي. مايتر ستينوز بليس ثابت ولا رايح في حته ثانيه؟ ثابت في مكانه بس، ما بيسمعش في حته ثانيه، ما بيروحش لاي مكان ثاني، يبقى بيتسمع على الابكس بس صح ولا لا؟ لانه لو بيتش الميمو ضعيف كده بيتسمع في مكانه بس، يبقى المايتر ستينوز هو ميمو على المايتر بس ثابت يعني لوكالايز، ما بيروحش اي حته ثانيه، ملوش بروباجيشن. سيستوليك ولا دايستوليك؟ المايتر ستينوزس الفالف ده ضيق، فالدم مش عارف ينزل وقت الدايستول، فيبقى دايستوليك ميمو صح؟ دايستوليك. طب والكاركتر بتاعته عامله ازاي؟ سوفت ولا هارش؟ لا بنسميه رامبلنج، هو ميمو ضعيف قوي. هو عنده مايتر ستينوز الدم نازل بقوه مين؟ الاتيام، مش الاتيام هو اللي بيزق الدم؟ والاتيام ده قوي ولا ضعيف؟ فالميمو ضعيف جدا، تلاقي رامبلنج، حاجه اسمها رامبل، حاجه بتوري كده وخلاص. مش احنا قلنا في حاجه اسمها لو بيتش ساوند زي الاس سي والاس 4 والرامبلنج ميمو اوف ام اس الحصه اللي فاتت، فده بنسميه رامبلنج. هو انت هتسمع رامبلنج دي؟ لا انت هتسمع مين؟ الميمو الاول بعد كده تعلق. انا تاني كده سمعت ميمو على تريكاسبيد، قلت والله يا ستينوز يا ريجيرش صح؟ صح.
رايح الأكزيلا قلت ما يتلقى الجيش. طب الميمة هنا بس ثابت صح؟ قلت غالبا ده ما يتلقى مين؟ استينوزس. طب والميمة ده سيستوليك ده سيستوليك؟ عملت تايم جيت وده سيستوليك وازود الميمة ده رامبلنج فغالبا حالة فيها ام اس. عاوز ازعلك في حته صغيره هنا ان غالبا حالات الميتال ستينوز اصلا مش هتعرف تسمع الميمر ضعيف مش انا ترامبل ضعيف جدا فعشان اسمعه احاول اعمل ايه ميتال اعمل ايه اقلبه في الليفت لات وما يبانش برضه اقول له اعمل حركه رجلك اعمل اكسرسايز عشان تسمعه بالعافيه وممكن ما تسمعوش برضه فاعتمد على حاجه تانية اللي هي مين الميتال ستينوز كان بيعمل ايه في الهارد ساوند يعني كل الفلفات بتوتر الهارت ساوند بتاعها ما عدا الام اس بيعلي الاس 1 فمين اللي تعرف الميتال ستينوزس بالاس 1 العاليه هتلاقي معاه اكسنتويتد اس 1 فاكرين لما قلت الام اس يا جماعه كان معاه حاجات كتير بحرف الاس من هي اللي بتاع ده عامل مشكله هشدها كده الام اس كان معاه حاجات كتير بالاس كان معاه سكور صح ولسه الثانيه سلابن جيبكس ولسه الثالثه اس 1 مالها ومعاه حاجه اسمها اوبننج سناب لسه هناخد فاهمين حاجه كله اسات يعني لو لقيت سكار هنا سكار وانت مش سامع ميمبر بس في سكار واس 1 عاليه حالتك فيها ميتال ستينوزس فاهمين حاجه؟ سكار بس واس 1 عاليه بس يكفي ان انا اقول اللي عنده ميتال ستينوزس عاوز اقول لك ساعات اس 1 عاليه بس اقول ميتال ستينوزس في ميمبر وانت اللي مش عارف تسمعه هو ضعيف فاهمين حاجه؟ عشان بس ما تتوهش في الامتحان صعب الكلام؟ طب بعد كده نخش على اورتك الجيش ولا اورتك ستينوزس اللي عنده اورتك ستينوزس تقدر تقول انت بقى مكانك قول انت بقى كده قول ايوه اتفضل اسمع الاس 1 انا سامع هارد ساوند صح ليه الاس 1 اكسنتويتد لما تكون اس 1 اكسنتويتد اعرف ان حالتك في ميتال ستينوزس فاهمين حاجه فانا هكمل بقى الحاجات هكمل هعمل تايمينج كده وهتحاول تسمع مين بقى تقلب لها ما انت عارف ان هي اس مش اس 1 عاليه عرفت ان ميتال ستينوزس تحاول تقلب عنها في الليفت لاتر بوزيشن وتحاول تخليها يعمل اكسرسايز وتحاول تجيب الميمبر حتى لو ما جبتوش حالتك في ميتال ستينوزس وهعمل نفسي بسمعه فاهم حاجه فاهمين ما انا بقول لك اللي بيحصل في الامتحان ايه جوه بقى فاهمين ده اللي نفس اللبس نفس اللبس ازاي يعني عشان تبقى لا اكيد يعني هيفضل لابس نفس الطقم يعني 3 شهور هيعفن في البتوع ممكن نتفق معاهم ما يغيروش هدومهم والله دفعه اللي فاتت كنت بعلم لهم على حاجات والله كان في عيان مثلا ايبكس عنده شيفتد وجاي تحت ربه بتبان بطريقه معينه كنت عامل لهم عليها نقطه بقلم اسمر بيرمننت جبناها في الامتحان وعملنا النقطه دي وراح في الامتحان قال له الدكتور دي حسن عشان ما يشيلهاش والله كلهم دخلوا عارفين مكان ايبكس فين فبتحصل يعني اورتك ستينوز انا عاوزك انت اللي تقول عنده اورتك ستينوز المهم مكانه فين على اورتا ولا على البيج تو ولا الفورمال ماجنم اورتك ستينوز مكانه فين على الاي 1 ده رقم 1 السايت طب التايمنج بتاع الاورتك ستينوز سيستوليك ولا دايستوليك لا اله الا الله عنده اورتك ستينوز فالدم هيعدي مع كل سيستول بيعدي في مكان دايستوليك صح طب اورتك ستينوز قلت الحته دي اورتك صاعدا لفوق طالع لحد مين اشمعنى طالع للكاروتيد عنده خرطوم ميه قوي وضغطت عليه فالميه بتضرب بعيد عنده اورتك ستينوز ده ضيق جدا والفنتك ده قوي جدا بيضخ الدم بالعافيه في مكان ضيق فالدم يعدي في حته ضيقه ووش لفوق كده فاهمين حاجه فتلاقي مكان البروباجيشن هو مكان الدايركشن بلاد فلو بالمنظر ده كده فتلاقي طالع لحد الكاوتر اذا الاورتك ستينوز هو على الاي 1 سيستوليك ولا دايستوليك قلنا ايجكشن سيستوليك صح او سيستوليك خلاص كافي يعني ايجكشن سيستوليك بروباجيتد لحد مين للكاوتر طالع للروت اوف نيك لحد فوق عامل ازاي قوي ولا ضعيف ميمر قوي جدا مش هو طالع بالكونتراكشن بتاع الليفت فينتريكل ده كونتراكتد وحده الدم في مكان ضيق فصوت عالي قوي بنسميه هارش اعلى ميمر اعلى ميمر ساعات بنسمعه من غير سماعه بنسميه هارش ميمر اسمه ايه هارش صعب الكلام طب لو قلت الجيج احنا مش بنشخصه بالميمر بس لو عاوز اعرفه يعني بنشخصه بحاجه اسمها بيرفورال ساين هناخد الحصه الجايه لو عاوز اعرف لو قلت الجيج هو بيتسمع على مين الاول اتفقنا على الاي 2 صح اللي هي ليفت سيرت طب لو قلت الجيج بيحصل سيستوليك ولا دايستوليك الفالف فتح وعدى الدم وقت اول الدايستول ما قفلش الدم بدا يرجع مع بدايه مين فبنسميه ايه اللي دايستوليك صح فاهمين حاجه عارف انك تايه خلصت الموقف عشان نمشي انا هاجي اعمل اوسكالتيشن حاوت سمعت على كل اريا مايتر تركسبت بالمونه الاول تجيلي الاريا الاساسيه صح وانا تحت على المايتر تركسبت دول اول اريتين فعلق هنا بس على مين نسيب ضوافرنا هنا معلق على الاس 1 وفوق بعلق على مين بتعد ضوافرها ممكن ضفر وقع ناقص بتاع فاهم حاجات مهمه يعني في ناس بتتم على صوابعها في اول وفي اخر الحصه مرتين فاحنا ممكن تسلم صوابعك وانت داخل بره على الكونتر وبتخرجهم وانت خارج بيعلمهم برقم كده مايتر تركسبت على الاس 1 هنا على الاس 2 سامع صوتين هنا اعرف مين اس 1 بالتايم الصوت اللي مع الخبطه ركز فيه ده اس 1 واللي مش معاه ماليش دعوه بيه وعلى شوفوا انا هم ولا اكسنتيتد هنا سامع صوتين الصوت اللي مش مع الخبطه هو مين
هو اس 2 ولا لو اشوف بقى نورمال ولا اكسنت نورمال سهل الهابت ساوند او كم اتنين هشوف الميمو. ما سمعتش ميمو خالص الحمد لله ما فيهاش ميمو. سمعت عن مايترال ميمو هقول ده مايترال ستروز او مايترال اكلم نفسي كده بس شويه اكلم نفسي ده مايترال ستروز او مايترال ريجيش هعمل ايه؟ حركت السماعة مرتين ناحية الأجزلة ليتو ريفير للأجزلة يبقى مايترال الجيج والله العظيم وأقسمت كده للدكتور صح؟ بس أتأكد إزاي؟ أكمل بقى الحاجات أعمله إيه؟ طيب جاليه سيستوليك خلاص. طب الميمو هنا بس ثابت في مكانه مايترال ليجن أهو وثابت بلاسي ومايترال ستينوز ويطلع إيه ده؟ دايستوليك وإس 1 معاه عالية فاهمين حاجة؟ بالبصمجة الميمو هنا مايترال رايح الأجزلة مايترال الجيج ثابت مايترال ستينوز وعرفت حالتي وابدا اكمل بقى الكلام. سمعت منه على التريكاسبيد والله قد يكون التريكاسبيد الجيش ولا الاستينوز قلنا هنا قلت لك سيبك من الاستينوز بقى في التريكاسبيد قد يكون التريكاسبيد الجيش او بروباجيشن من المايتر للجيش اللي هو بوستيريور ليفت صح. مما التريكاسبيد يا التريكاسبيد الجيش يا جاي من المايتر اعمل ايه؟ خد نفس واكتمه اذا زاد يبقى التريكاسبيد الجيش اذا ما زادش يبقى ده مين؟ بروباجيشن من المايتر. اورتو بالمونيا على اورتك اريا سمعت ميم على اورتك اريا يبقى اورتك ريجم صاعدا لفوق يبقى اورتك وده بيبقى عامل ازاي اصلا هارش ايجكشن سيستوليك. سمعت هو على البالمونيا مش قد يكون بالمونيا سنوز وقد يكون بروباجيشن من الاورتا اعمل ايه؟ خد نفس واكتمه زاد بالمونيا سنوز تاني حطيت سماعتك على الان بتاعك على الاريا بتاعتك كلها هنا علقت على الاس 1 هنا علقت على الاس 2 سمعت ميم هنا نويز قلت مايتر ليجن صح؟ ريفيرد الاكزيلا مايتر ليجن مكانه مايتر سنوز ما فيهاش حاجه. طب مين مع التريكاسبيد الثاني خطوه قلت فيه ميم والله يا التريكاسبيد الجيش جاي من مين؟ من مايتر زاد بالنفس التريكاسبيد ما زادش يبقى جاي من مايتر. ميم على الاي 1 وصاعدا اللي فوق اورتك ستينوزس نفسه على البلمونري بالمونري ستينوز. طب لو اورتك الجيش يا عم بنجيبه بالبريفرال ساين مش بالاوسكالتيشن فاهمين حاجه وتكمل باقي الكلام يعني ميم هنا وريفيرد مايتر الجيش هقول ايه؟ زي ميم على المايتر الاريا بروباجيت الاكزيلا واعمل له تايمنج سيستوليك ميم وبعدين اضيف الكاركتر انه عامل ازاي اصلا انه سوفت ميم فاهم حاجه؟ ده لو في حاله انك بصمجي يعني بتبصم كده بصمجي هتعمل كده مش بصمجي خلاص اشتغل عادي. خلاص النهارده لسه ما خلصناش يعني الحصه الجايه لسه في حاجات كتير في الكارديو بس النهارده خلاص. انا عاوز الناس تذاكر لحد كده تذاكر لي انسبكشن وبلبيشن والابكس والبركشن وتذاكر في الاوسكالتيشن اس 1 واس 2 والميمار بس كده وهنعيد تاني الحصه الجايه قبل ما نشتغل على حالات وهنزود الحاجات الباقيه. الحصه الجايه معانا حالات اورتك ستينوزس غالبا وحاله مايتر الجيج وحاله مايتر الستينوزس.